السلام عليكم ورحمة الله. موضوع محاضرتنا النهاردة الانتي بروتوزوال and انتي هلمنتك دراجز. اول حاجة هنتكلم عليها الانتي بروتوزوال دراجز كيموثيرابي اوف اميبايسيس. Amoebiasis is caused by Antamoeba histolytica and transmitted by the fecal-oral route, particularly in the poor hygienic condition. زي ما انتوا عارفين Antamoeba histolytica بتنتقل by the fecal-oral route وبتبقى common في الناس اللي هم عندهم poor hygienic condition. الدراجز اللي بنستخدمها in treatment of amoebiasis بنقسمها into three categories. أول حاجة في الhuminal amoebicides بنستخدمهم in treatment of the intestinal form of the disease زي الثايلوكسونايد فيوريت. Systemic amoebicides used in treatment of invasive form of the disease زي لو كان عندنا في severe amoebic dysentery بنستخدم الديهايدروإيميتين، لو كان عندنا hepatic abscess بنستخدم إما الديهايدروإيميتين أو الكلوروكوين، وهما الاثنين replaced by metronidazole عشان خاطر هو effective and safe more effective and safe. المكسل amoebicides بنستخدم لهم in treatment of intestinal and systemic form of the disease، وفي الحالة طبعا بنستخدم المترونيدازول. هنتكلم على المترونيدازول او الدراج عندنا المترونيدازول اللي هو اسمه بره في السوق الفلاجيل. المترونيدازول بيبقى افكتيف اجينست، هو انتي بروتوزوال دراج وكمان ليه اكتيفيتي اجينست الانيروبيك بكتيريال انفكشن. انتي بروتوزوال دراج اجينست انتاميبا هيستولوجيكا والترايكوموناس والكيارديا، كمان ليه اكتيفيتي اجينست انيروبيك بكتيريال انفكشن. السايد افكت عندنا في موست كومون سايد افكت تبقى مايلد زي مثلا هيديك، نوزيا، دراي ماوس، ميتاليك تيست. والميتاليك تيست ده بيبقى كاركترستيك للمترونيدازول عشان خاطر هو بيحصل له اكسكريشن ان ذا سلايفا. في بعض الاحيان تبقى ريل شويه، ممكن يحصل فوميتنج وديارية وانسومنيا وديزينس وستوماتايز وراش. بعض الاحيان بيبقى فيه سيفير ادفيرس رياكشن، ممكن تبقى نيوروتوكسيك زي الاتاكسيا والسيزرز والانكيفالوباسي، ولو حصلت مفروض ان احنا نبطل الدراج. لو كان بيشنت بيتعاطى الكحولز واخد المترونيدازول ممكن يحصل له ديسلفرام لايك رياكشن. الثيرابيوتيك يوزز احنا اتفقنا قلنا ان هو انتي بروتوزول وكمان افكتيف اجينست الانيروبيك بكتيريا، يبقى التريتمنت بتاعه هنستخدمه اس انتي بروتوزول ان تريتمنت اوف اميبا والترايكوموناس والكيارديا، وليه كمان اكتيفيتي اجينست الانيروبيك بكتيريال انفكشن زي مثلا لو بيشنت عنده ابدومينال أو بيلفيك انفكشن أو برين أبسس أو إندوكارديتس. في الحالة دي بنستخدمه انتروفينوس. زي ما احنا عارفين المترونيدازول من الدراجز اللي بنستخدمها in the triple therapy in peptic ulcer لو البيشنت بوزيتيف فور هيليكوباكتر بيلوري انفكشن. في عندنا دراج تاني اسمه تينيدازول. تينيدازول ده بيبقى شبه المترونيدازول في الفارماكولوجيكال اكتيفيتي والادفيرس رياكشن والثيرابيوتيك يوزز، لكن هو بيختلف عنه ان هو ليه لونجر تي هاف بتوصل 13 ساعة. طيب دي بتبقى بريفيرد في ايه؟ ان احنا بنستخدمه وانس ديل يعني سنجل اورال دوز، تمام، بتبقى افكتيف في الكورس بتاع ديزيز. خلاص بدل ما بنستخدم مترونيدازول 3 مرات في اليوم لمدة مثلا من 7 ل 10 ايام، لا خلاص بتبقى فيه سنجل دوز من التينيدازول. بعد كده في الثايلوكسونايد فيوريت ده تاني دراج. زي ما اتفقنا وقلنا ان الثايلوكسونايد فيوريت ده بيكون افكتيف او دراج اوف تشويس في الاسيمبتوماتيك باسر اوف اميبيك سيست، هو بيكون نوت افكتيف ان اكسترا انتستينال اميبايسيس. بعد كده الدراج التالت الكلوروكوين. الكلوروكوين ده بيبقى ليه اكتيفيتي اجينست سيستميك اميبيسايتس، بنستخدمه ان تريتمنت اوف هيباتيك اميبايسيس. بنستخدمه لكن طبعا بنستخدمه امتى؟ لو كان المترونيدازول زي ما اتفقنا نوت سكسسفول او كونترا انديكيتد. طيب لو بيشنت عنده الاميبا دي في الكولون هو بيبقى نوت افكتيف علشان خاطر الكلوروكوين بيحصل له ابزوربت فروم ذا سمول انتستين.
بعد كده الدرج الرابع في الايميتين والتي تي هيدرو ايميتين. التو دراج بيكونوا افكتيف اجينست الانتستاينال والهيباتيك فورم او ذا اميبا، لكن بنستخدمهم امتى؟ نفس الكلام لو كان عندنا الميتروليدازول نوت افكتيف، عشان خاطر طبعا الميتروليدازول بيبقى سيفر عنهم افكتيف. لو كان الميتروليدازول ان افكتيف او كونترا انديكيتد بس اللي ممكن نستخدمهم. بعد كده في الهيدروكسي كينولينز بنستخدمهم ان تريتمنت اوف الاسيمبتوماتيك بوسر او ذا سيست، لكن برضو الديلوكسونايد فيوريت بيبقى بريفيرد عنهم. وجدوا ان التو دراجز دول لو احنا استخدمناهم بجرعه كبيره لفتره طويله ممكن يعملوا لنا حاجه بنسميها سب اكيوت مايلو اوبتيك نيروسي. اخر نوع من انواع الدراجز اللي بنستخدمها الانتيبيوتيك، ممكن نستخدم البارومايسين، ممكن نستخدم تتراسايكلين او اريثروميسين. ده كان اول حاجه تريتمنت اوف الانتي اميبيك دراج. بعد كده الكيموثيرابي اوف الكارديزيس بنستخدم برضو المترونيدازول او الكيناكيرين. بعد كده الانتي هيلمنتيك دراجز، الانتي هيلمنتيك دراجز عندنا الدراجز اللي بنستخدمها ان تريتمنت اوف نوماتود وسيستود ودريماتود. اول حاجه دراجز فور ذا تريتمنت اوف نيماتودز، او دراج عندنا الميبيدازول. الميبيدازول ده الفيرست لاين ايجنت ان تريتمنت اوف انفكشن كوزد باي الانتروبيوس والانكليستوما والاسكاريس. الميكانيزم اوف اكشن، الميبيدازول بيعمل انهيبيشن اوف ذا مايكروتوبيول، وبالتالي بيبدا يحصل الموبيلايزيشن وديس اوف ذا مايكرو اورجانيزم، ويبدا البارازايت يحصل لها اكسبلد ان ذا فيسز. الادفيرس افكت ممكن يحصل مع ابدومينال بين وطيارية، وكمان الميبندازول شودنت بي يوز ديورينج بريجنانسي. تاني دراج البايرنتال بانويت، الميكانيزم اوف اكشن هو عبارة عن تي بولارايزنج نيورو ماسكولار بلوكينج ايجنت، بيعمل بلاريسيز او ذا وورم، وبرضه يبدا يحصل لها اكسبولشن. الادفيرس افكت تبقى مايلد، نوسيا وفوميتنج وطيارية. بعد كده في الايفرميكتين الميكانيزم اوف اكشن بتاعه هو بيكون تارجت للجلوتاميت جيتد كلورايد تشانل ريسبتور، بيبدا يعمل لنا كلورايد انفلوكس، بيحصل لها انهانسمنت، يبدا يحصل هايبر بولارايزيشن، وبرضه يحصل بلاريسيس اند ديس او ذا وور. السايد افكت ممكن يعمل سكين راش وهيديك وديزينس وبين ان ذا ماسل اند جوينت. برضه الايفرميكتين برضه بيبقى من الدراجز اللي كونترا انديكيتد ديورينج بريجنانسي، كمان هو بيكون لي انتي فالاريال دراج. بعد كده في عندنا الداي ايثايل كاربامازين، ده بنستخدمه ان تريتمنت اوف المايكروفيلاريا. الادفيرس افكت ممكن يعمل فيفر ونوسيا وفوميتنج وارثرالجيا وهيديك. دول كانوا الدراجز اللي بنستخدمهم ان تريتمنت اوف نيماتود. بعد كده دراجز يوزد ان تريتمنت اوف تريماتودز، اول واحد عندنا البرازيكوانتال. البرازيك كوانتال دراج اوف تشويس ان تريتمنت اوف اول فورمز اوف شيستوزوما. الميكانيزم اوف اكشن، البرازيك كوانتال بيعمل كونتراكشن اند بلاريسيس اوف ذا بارازايت عن طريق ان هو بيزود البيرميابيليتي اوف ذا ميمبرين تو ذا كالسيوم. السايد افكت ممكن يعمل ديزنس وماليز وهيديك. بعد كده اخر حاجه الدراجز يوزد ان تريتمنت اوف سيستودز، اول واحد النيكلوزامايد. النيكلوزامايد الترناتيف للبرازيكوانتال ان تريتمنت اوف سيستود انفيكشن. السايد افكت بتبقى قليله وانفريكوانت، وبتبقى مايلد حاجات بس بتبقى جي اي تي مانيفيستيشن. الالبندازول، الالبندازول بنستخدمه ان تريتمنت اوف سيستود انفيكشن، والادفيرس افكت بتاعته لو استخدمنا لشورت كورس لفتره قليله بتبقى برضو حاجات مايلد وترانزيانت زي الهيديك والنوزيا، لكن لو الفترة طويلة ممكن يعملها هيباتوتوكسيستي، وريلي خالص ممكن يحصل أجرانولوسيتوزيس وبانسايتوبينيا. كانت خلصت المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.